ماشي. مثلا اللي جي دي دي يعني دفع مباشر. انا كنت اتكلمت في حلقة قبل كده على ازاي تحدد في مشكلة بيلي ولا لا قبل ما نفوق. النهاردة شرح بالتفصيل، والفيديو هيبقى طويل شوية، اوريك ازاي تفكها باحسن طريقة. طبعا الصوت وحش جدا، تابع معايا بعد الامر. اول حاجة بنفك الموتور، بنطلع بيه بره. الموتور ده دايركت درايف صامولة 17، صامولة 17. وقف. مش لازم صورت طبعا دي كده. واهم حاجه لازم تلاقي كل البلتات المغناطيس دي راكبه، مفيش حاجه واقعه او مخلوعه. نفك المسامير دي ببع 10 لقمة 10. الصور واضحة؟ طبعا دي اللي جي دفع مباشر دايركت درايف. ست مسامير. بس غريبتي ما كنتش بيطلع.
عايزك تنور لي. صور الاول هنا، صور، تعالى تعالى ناحيتي كده، صور صور لي ده كده عشان نرجعها تاني. لما اقول لك انا عايزها مازن مش فيديو، صوره. ماشي، صور لي هنا. ماشي، امسك انت بقى، حط ايدك هنا. ماشي، اوعى يقع منك. هات لي القلم. ماشي، احفظ معايا كده. بتشغل فيديو؟ تمام. نفك الاول الضفيرة. صور هنا، ده السخان، ده الحساس، في كليبس كده من تحت عشان لما يتسحب، ودي الفردة التانية تحت السخان، وده الأرضي.